حبايبي، هذا فيديو سريع لأن وايد تكلموني من حبايبي المتابعين بالخاص وليد صورها لنا، هي نظيفة مغسولة، فهذا الفيديو من بعد ما انغسلت. يا جماعة صدقون أنا مصدوم من شغلة توري أدري إن في كونتيننتال طبعا معروف ألماني، وأنا عارف إن في مصانع في دول ثانية، ولكن أول مرة أنصدم إن في ميد إن تشاينا، كونتيننتال ميد إن تشاينا، شيء عجيب للأمانة. هذا وجه الموتر ما شاء الله تبارك الله، هذا هيكل مشكل عليه ركب. يا جماعة والله العظيم تبارك الرحمن اللون الأسود إذا صار نظيف للأمانة على رأيي الشخصي يعني من أفضل وأحلى وأروع الألوان تبارك الرحمن، بشرط يكون نظيف. إذا مو نظيف ماكو فايدة. أسأل الله يبارك للناس بحلالهم إن شاء الله يا رب. بالنهار تصوير واضح. نشوفكم على خير اخواني حبايبي، الله يعطيكم الصحة والعافية، في امان الله.